السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن في منطقة يوم راجي، نصور شقة 3 غرف صالة، الدور العاشر، مساحتها 165 متر مربع زي ما إحنا شايفين. في كل بناية في مصعدين، مصعد يمين ومصعد يسار، ويوجد 3 شقق في الدور، شقتين هنا وشقة خلفية. يجي على الشقة هذه، شقة في الدور العاشر 3 غرف صالة رقمها 31. أول ما نخش الأرضيات زي ما قلنا، أرضيات باركي، ويميننا دورة مياه أولى، نجي هنا على الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. الشقة كلها مزودة بتدفئة مركزية زي ما احنا ملاحظين. عندنا الإطلالة هذه إطلالة الصالة، إطلالة جدا رائعة. في مخرج للبلكونة من الصالة، البلكونة كبيرة وشرحة ما شاء الله على شكل L. في مخرج من الصالة للبلكونة ومن المطبخ ومن غرفة جانبية. هذه الإطلالة اللي احنا شايفينها من البلكونة، إطلالة جدا رائعة. في المجمع موجود مسبح، مواقف للسيارات وألعاب رياضية زي ما احنا شايفين، ملاعب أطفال، جلسات عائلية، ونظام بوابة إلكترونية، وكاميرات مراقبة، وسوبر ماركت على الشارع العام، المطاعم والمول، جواهر مول جدا قريب من الموقع، نكمل التصوير. نطلع من الصالة، نجي هنا بجوار الصالة، المطبخ، دولي بالمطبخ راكبة وجاهزة ما شاء الله تبارك الله. نوعية فاخرة جيدة زي ما قلنا. مخرج البلكونة أيضا من المطبخ. نجي هنا على الغرفة الأولى زي ما شرحت لكم سابقا، مخرج للبلكونة من الغرفة الأولى، بجوارها الغرفة الثانية، إطلالة جدا حلوة الشقة. نشوف إطلالة الغرفة الثانية، إطلالة جانبية على البحر. مقابلها الغرفة هذه حمام رئيسي وندب كرامة، بجد مروش بنظام جاكوزي وكلوزيت ومغسلة. نجي هنا أخيرا على غرفة الماستر، مساحة الغرفة مساحة جميلة وحلوة، تدفئة مركزية موجودة جميع الشقة، وفي حمام رئيسي أو خاص بغرفة النوم الرئيسية. هذا المروش الخاص بغرفة الماستر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.